التوكسينيا الاثنين مع بعض. طب السؤال، مين البكتيريا اللي عندها المقدرة انها تنزل في الدم؟ مش كده وبس، ده تعمل نصفين. البكتيريا دي تنزل في الدم عندي وتبدأ تشتغل وتعمل موديفيكيشن وتطلع توكسين. طيب ده تحدي للميون سيستم، مين البكتيريا اللي ممكن تقاوم الميون سيستم وتعمل الجامعة؟ مين أسوأ بكتيريا درسناها قبل كده؟ ليستر بيستريبس. يبقى تعريف السيبتوسينيا هو البريسنس اوف مالتيبلاينج بكتيريا، رابط مالتيبلاينج. مش كده وبس، ده هي بتوكسن بتاعتها. ان الاميون سيستم في الدم اصلا قليل قليل. مين اكبر مرض عندي يقلل الاميونيتي؟ التايبيت، حالات الانسولين. انا في ورا حواليكم يعني. يبقى اكثر حاجه بتقلل الاميونيتي هي الدايبيتس، وبالذات كمان بقى لو اولد ايج. اولد ايج اصلا مناعته قليله مع الدايبيتس تبقى حاجه ذاته. سؤال بقى، البكتيريا دي دخلت الجسم ازاي؟ دخلت الدم مباشره ازاي؟ ايه الحاجه اللي ممكن تدخل عندك بكتيريا في الدم؟ دبوس. واحد عنده المناعه ضايعه وبعدين دخل في صباعه دبوس او شوكه. الشوكه دي يعني متاخره. التكييف لو سمحت يا بيه. التكييف يا بيه. الشجاب لو سمحت. فانا مطلوب مني بكتيريا بتوكسن تدخل عندي في عيان دايابيتك مناعه ضايعه اولد ايج. ازاي بقى دكتور؟ بيقول لك عن طريق بريك انتري. بريك انتري ده اللي هو ايه؟ شفت الدبوس او الكراش انتري. لان احنا قلنا قبل كده لما جينا شرحنا قلنا الكراش انتري بيعمل ايه في البلاد فيسل؟ بيعمل انتري في البيت. طيب انا كده في الحاله دي يبقى انا عملت ايه؟ دخلت البكتيريا اللي هي المقصوده اللي اسمها السريبت ونزلت عندي في الدم، بدات تعمل مالتيبيكيشن وبدات تطلع توكس. فانا كده عرفت ازاي البكتيريا دي دخلت وايه اللي ساعد البكتيريا دي. المهم بقى البكتيريا اللي ماشيه عند سعادتك في الدم هتعمل ايه؟ ايه الابن؟ ده سؤال نظري بيجي كتير جدا جدا في الامتحان. الافكت بتاع البكتيريا اسمها ايه بقى؟ ستريبتوكوكس ايمولينتيكس. ومن الواضح ان اسمها هيموريتكس يعني هتعمل ايه؟ هيموريتكس في الارض. تعالى كده نرسم اورجن اورجن ومكان مكان ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. البكتيريا دي نازله عندي فين؟ في البلاد. تفضل تتفسح عند سعادتك. اي ار بي سي تقابلها البكتيريا دي اصلا لما تيجي تمسك المايكرو بتنزلها على حاجه اسمها بلاد اجار. بتسمع حاجه اسمها بلاتر بتكسر الارتيف وتتفتح عليها. يبقى معنى كده ان اول حاجه عند سعادتك انها تعمل ايه في الارتيف؟ هتكسرها. فالعيان ده يدخل مني في ايه؟ هيموليتيك انت. مش كده وبس، ده تيجي على الكابيلاري وتعمل فيها دامج. لما تكسر الكابيلاري بتاعت سعادتك الدامج او الرابشر بتاع الكابيلاري والناس زمان كده بيديني نوع من انواع البليدنج، بيبقى عباره عن نقط. قلناها قبل كده اسمه ايه؟
بديك يا جماعة. يبقى معنى كده لو جيت بصيت على عيال عنده سيستيميا هتيجي تلاقي ايه؟ هتلاقي في تحليل الدم بتاعه عنده نقص في الأرثي، عنده انيميا، ليه؟ بسبب الرطب بتاع الأرثي. وبعدين تيجي تبص على السكين بتاع جسمه كله تلاقيه مقط. طب النقط دي جت منين؟ دي معناها ان حصل فيه رابشر للكبده. طب الحاجه الثالثه، فاكرين المره اللي فاتت لما جيت قلت لك البكتيريا لو سمول اماونت ما تقلقش منها، لو مودريت اماونت هتعمل ايه؟ ايزوليتد وتروح تقعد بوريا. طيب ما بالك بقى لو كانت البكتيريا دي بايوجينيك بكتيريا زي الستريب، يبقى هتروح في الاورجنز وتعمل فيها ايه؟ فوساي اوف اكس او فوساي اوف بطن. بايوجينيك انفكشن في اي اورجن مش شرط كده. يبقى تاني، بكتيريا نزلت عندي في الدم، دخلت الدم ازاي؟ اي انجري سواء بريك انجري لابوس او شكه او كراش انجري. ويفضل كمان ان العيان ده يكون المناعه بتاعته ايه؟ ضايعه. ازاي؟ اولد ايج دايابيتك وهكذا. طيب مين البكتيريا اللي انا عايزها؟ انا عايز بكتيريا تقدر تتحدى الاميون سيستم وتعمل مالتيبيكيشن وتطلع توكسين وكل ده يمشي في الدم. مين اللي عنده المقدره انه يعمل كده؟ البيولوجينيك بكتيريا. فيش يعني مين؟ الستريبتوموليكس. نزلت في الدم، ما ده التعريف، بريزنس اوف بكتيريا وتوكسين في الدم، هتروح فين؟ طول ما هي ماشيه في الدم عماله تكسر في ارمسيس هيموليتيك انيميا. تعدي على كباري تفرقعها بتيجي هيموليتيك. تروح تقعد في الاورجن تعمل فيه ايه؟ فوساي اوف بس او سبيراتيف انفكشن. تعالى بقى للعكس اللي جاي. تروح للهارت تعمل فيه موسوبتين. بكتيريا هايلي اجريسيف ماشيه في الدم عدت في طريقها راحت لقطت الهارت. هتعمل ايه في الهارت؟ بص ده شكل الهارت. لو حد فيكم مسك الهارت قبل كده هيلاقي ان الهارت ده ماسك نفسه قوي ومشدود. ليه؟ عشان في مصر مشهوره بالهارت اسمها المايوكارديا، هي اللي مديها الفيجر بتاع الهارت. طيب التوكسينز اللي طالعه دي بالبكتيريا هيروحوا يعملوا ايه في الهارت دلوقتي يا ولاد؟ هيضربوا العضله بتاعت القلب دي، يضربوا المايوكارديا. فالقلب يفقد السبورت، عارف دي كانها كانت الدعامه اللي مديها شكل القلب. فيفقد السبورت فيبدا يحصل ويكنس في المصر. طيب المصر لما تتضرب وتبقى ويك الهارت يبدا يحصل فيه ايه؟ يقول لك بيبقى دايليتد. دايليتد ليه؟ ما هي المصل ما عادتش مشدوده. فتيجي تبص على الشمبر تلاقيها كلها مرخيه. ليه؟ لان المصل اللي كانت سترونج وشاده العضله بتاعت القلب او شاده القلب كويس قوي بقت دايليتد. فيقولوا عليه كده فلابي. فلابي يعني رقم. طيب طيب ايه اللي خلى القلب دخل في الموضوع ده؟ ان انا رحت ضربت مين؟ المايوكارديوم. مين اللي ضرب المايوكارديوم؟ الباشر البكتيريا التوكسين. مش كده وبس، ده كمان ايه ده؟ ايه اللي موجود هنا ده؟ الفالف. تروح تنفخ الفالف ده، تنزل فيه ضرب. تفرتك الفالف، مين اللي ضرب الفالف؟ بكتيريا. ضربت انهي حته في الفالف؟ الاندوكارديوم. نسميها ايه؟ اندوكاردايتس. مين اللي ضربه؟ بكتيريا. يسموها بكتيريا اندوكاردايتس. بس البكتيريا دي هايلي اجريسيف فيقولوا عليها ايه؟ اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. امال مين اللي كان بيعمل السوبر اكيوت؟ ستريبت فيرتس، لانها بكتيريا ضعيفه. دي بكتيريا قويه جدا. الفالف هنا على فكره الفالف هنا بيبقى سليم، يعني البكتيريا دي عندها الابيلتي انها تعمل انفيجن وتخرج من البنسي فالف. الكلام ده انا بندرسه لما اعرف الفرق ما بين الاكيوت والسب اكيوت. في الاكيوت البلد سليم، في السب اكيوت البلد بايظ. طالما البلد بايظ يبقى اي بكتيريا عبيطه ممكن تضربه، عشان كده الستريبت فيرنس كانت في السب اكيوت بتضربه. اما في الاكيوت لازم البكتيريا تبقى ايه؟ هايلي اجريسيف، والشرط ده ايه؟ موجود عندك. يبقى انت دلوقتي ضربت كابيلاري فرقعتها بقت في هيموريج، ضربت ارثوسيس بقت هيموليتيك انيميا، فضلت تلف في الاورجن عملت فيها بايوجينيك انفكشن. ليه؟ لان البكتيريا بتاعتك بايوجينيك. وبعدين رحت غير الهارت ضربت المصل بتاع الهارت فالفيجر بالشكل اللي انت شايفه مشدود للهارت بدا يضعف، بدا يحصل فيه ويكنس فيقولوا عليه بقى دايليتد
chambers, كل الشيمبرز بتاعت الهارت هي دايليتد والفالف بيضرب معاه. طب الفالف ايه اللي هيضرب فيه؟ الاندوكارديت. مين اللي ضربه؟ بكتيريا. سموها بكتيريا الاندوكارديت. بكتيريا قويه جدا، احنا مسمين الديزيز اكيوت بكتيريا الاندوكارديت. طيب واخر حاجه، ودي بتيجي سؤال لوحدها بقى، السبرين. اكتب لي على سؤال السبرين ده سؤال نظري لوحده كده. بيجي شورت تكامل يقول لك ايه اللي بيحصل في السبرين في حالات السبتسيميا. السبرين تعالى كده نرسمه، ادي السبرين اهو، ودخلته السبرينك ارتري، والسبرينك ارتري بيفضل يتفرع الى برانشز ويديني الساينوسويد والبالب، وحوالين الساينوسويد والبالب دي في فوليكلز. طب انت عملت ايه للعيان ده؟ انت هتخلوه دلوقتي ازاي؟ رامي بكتيريا التوكسنز ماشي في الدم عماله تسرح عند ساعتك، وبعدين راح الدخله هنا في السكه دي في الارض مع كل حته بتروح، راح جاي على السبرين كارتر وداخله فيه. داخله فين دلوقتي البكتيريا دي؟ داخله جوه السبرين. طب سؤال، لما يدخل اجريسيف بكتيريا جوه السبرين ايه اللي هيحصل؟ السبرين هيقف ساكت؟ لا، هيبدا يحصل ايه في الليمفويد فوليكلز دي؟ هايبر بليشن، صح؟ في البدايه فعلا هيبدا يحصل فيه هايبر بليشن. طيب ومش ده يعتبر رياكشن او رد فعل دلوقتي هيحصل ما بين البكتيريا وما بين السبرين؟ فغصب عن سعادتك عايز كميه معونه خارجيه، عايز انترافيتر سيت من بره تجيبها من مين؟ من اي تيشو حواليك. يعني يعني المفروض كده السينوسويد والارتريز يبتدي يحصل فيها ايه؟ زي زي اي انترافيشن يحصلها برضه زي الريتيشن. طب سؤال دلوقتي، انت عملت ايه في السبرين؟ عملت فيه حاجتين، دخلت البكتيريا دي اول ما دخلت على السبرين، رد فعل السبرين عشان يحمي نفسه من دخول البكتيريا دي انه بيبدا يعمل ايه؟ يزود النمبر اوف ليمفوسايت. فيحصل ايه في الكوليجين؟ هايبر بليزيا. ده يخلي حجم الاسبرين يحصل له ايه؟ يزيد. الحاجه الثانيه، عملت ايه في البلاد فيسلز؟ دايلي. فبقت مليانه بايه؟ بالدم. فلون الاسبرين يبقى لونه ايه؟ هو لونه احمر. فانا عملت دايلتيشن زودت كميه الدم، بيقولوا عليه ايه؟ دارك ريد. البلاد فيسل اللي بقى دايلت ده هيرشح فلويد، الفلويد ده يبقى ايه؟ اديما. الاديما تعمل ايه في التوتال سايز بتاع السبرين؟ يبقى انت ايه اللي بيحصل عندك؟ بتكبر حجم السبرين. دي مره سالوها في الكوره سؤال، ليه يا ابني السبرين بيحصل له سوينج في حالات دي بيسموها كده اكيوت سبرينج سوينج؟ ليه السبرين حصل له سوينج؟ هتقول له عشان حاجتين. واحد، بيبدا يحصل انيشيا هايبر بليزيا في الليمفو. اثنين، بيحصل دايليتد بلاد فيسل. الدايليتد بلاد فيسل دي بتجيب دم كتير، في فلويد كتير، في ايديما كتير، ده كله يعمل ايه؟ يزود حجم السبرين. طيب لو جيت قلت لك وصلت في السبرين دلوقتي، ايه اول حاجه انت شايفها في السبرين؟ اول حاجه تبان عند الشخص ده ايه؟ ان حجم السبرين كبير. طيب الحاجه الثانيه، السبرين دلوقتي مليان ايه؟ مليان دم، مليان فلويد، صح؟ فلما تيجي تمسك الكونسيستنسي بتاعته يقول لك انه الصبح دي تعمل مشكله قوي. لو واحد غلس بيهزر جنبك وراح خبطه خبطه بس كده في السبرين، يحصل حاجه كارثه مصيبه كده بيسموها رابشر سبرين. طب ليه السبرين؟ ده خبطه بسيطه عليه. السبرين دلوقتي كبر، السبرين لما يكبر بس يبدا يطلع ينزل دمه، تمام؟ السبرين انا ما بحسوش. الشخص الطبيعي ما بتحسش بالسبرين، ليه؟ لانه ورا الريبس. طيب لما السبرين يكبر يبدا جزء منه يطلع من تحت الريبس، فانت دلوقتي الحته دي بقى تقدر تحسها اللي هي تحت السبرين، اللي هي الجزء تحت ده. ده امتى؟ لما السبرين يبدا حجمه يكبر. طب لو واحد اتخبط هنا في الحته دي، الريبس هنا كانت بتحميه، اما تحت ما فيش ريبس، فلو اتخبطت هنا ايه اللي هيحصل في السبرين؟ رابشر السبرين، تمام؟ وعلى فكره دي من الكوارث اللي بنقابلها دايما في الحوادث، ان واحد يحصل له حادثه محترمه ويحصل له ركبه سبرين، ده ايه حله؟ شيل السبرين، مالوش حل غير كده، لازم يتشال والا هيحصل كوارث جوه. طيب يجي يقول لك دلوقتي ايه اللي حصل في السبرين؟ حاجه اسمها اكيوت سبرينج سبرين.
ودي بتيجي سؤال لوحده يجي يقول لك جيبك كام دول الجيوس سبرينج سويرنج. الجيوس سبرينج سويرنج ده ايه اللي حصل عندي؟ بمنتهى البساطه ده دخول البكتيريا عندي جوه السبرينج. فايه اللي هيحصل؟ السبرينج يحصل فيه ايه؟ هايبر بليزيا في البوينت تيشو، ودي مؤقته وهتعرف ليه مؤقته. وتاني حاجه البلاد فيس بتبقى دايليتد. طيب تبقى دايليتد ليه؟ ما هي عايزه تملى كميه دم كتيره فيها انفلاماتوري سيت كتيره علشان تساعد الاميون سيستم اللي موجود في السبرين، لان البكتيريا دي بكتيريا اجريسيف جدا لدرجه ان لا الاميون سيستم ولا السبرين هيعرفوا الموضوع. طيب يجي يقول لك وصفت السبرين، تقول له السبرين بيبقى حجمه ايه؟ كبير. الكونسستنسي بتاعته بتبقى ايه؟ سو لونه ايه؟ دارك ريد. ليه دارك ريد؟ عشان دايليتد. وكمان يجي يقول لك بتلاقي فيه محبب كده. طب ايه الحته المحببه دي؟ دي مكان ايه يا بنات؟ مكان الفوليجن. تحس كده ان فيه نتوءات او بروزات باينه في السبرين. دي هي الهايبر بريدج اللي حصلت عندي فين؟ في الفويت. طيب ايه المشكله؟ يجي يقول لك ان بعد فتره البكتيريا دي دخلت وعملت مالتيبليكيشن وسايبه السبرين يهوهو مع نفسه كده، وبعدين تبدا تهجم عليه. ايه اللي هيبدا يحصل في الفوليجن؟ تبدا تكسر فين؟ البكتيريا دي تبدا تعمل ايه في الفولج بتاعت السبرين؟ تكسر فين؟ فيقول لك في البدايه قلنا ايه؟ انيشال هايبر بريد في الفولج. في النهايه ايه اللي حصل في الفولج؟ نيكروسس. يبقى تاني سؤال مهم جدا اسمه اكيوت سبرينج سويلنج. ايه يا ابني اللي بيحصل في حالات الاكيوت سبرينج سويلنج؟ وده اكيوت سبرينج سويلنج لان بيحصل فجاه في وقت زمني صغير جدا مثل في اللارجمنت سبرينج. ايه اللي حصل؟ بكتيريا دخلت في السبرينج ارتري دخلت على السبرين. رد فعل السبرينج واحد يعمل هايبر بريتيا في البوينت كولين. اثنين دايلتيشن في البلاد فيسل عشان يستوعب كميه نيتروفيل جديده عشان تسعى. طيب ده في الجروس بيكشر ينعكس على السبرين ان حجم السبرين هايبر بريتيا ودايلتيشن بلاد فيسل كل ده يعمل ايه؟ حجم السبرين يكبر. المشكله ان السبرين بقى صفر، دي كارثه لان السبرين لو اتخبط هيحصل له ربط. لون السبرين هيبقى دارك ريد. طب ليه غامق؟ علشان كميه البلاد كتيره اللي فيه، وفي حته برودات كده دي هي اماكن الفولج. طيب ليه انت قلنا هيحصل ايه في الفولج يا دكتور بس؟ نيكروزس. وده من وقت دي البكتيريا هي اللي دمرت. السؤال ده بيسالوه كتير قوي، يقول لك الايفكت اوف ستريبتوكوكس هيموليتيكس، او يجي يقول لك تيفسينيا او ستريبتوكوكس هيموليتيكس. جه مثلا تقريبا في اخر ست سنين مثلا ثلاث مرات. ومره جه بقى بصيغه غريبه شويه. جاب لهم سؤال وقال لهم بوست مورتم بيكتشر اوف ست سنين. ومحدش فهم السؤال. مصير العيال هيموت صح؟ هو عايز يشوف لو جينا مسكنا العيان ده وشرحناه ايه اللي هنشوفه فيه؟ سؤال البنت دي هتختفي ويبقى لا هي تبقى موجوده، هتفتح الاورجن وتشرحها هتلاقيها كلها مليانه ايه؟ قصاي وبص. هتيجي تمسك الهارت بتاعه، الهارت اللي انتوا بتمسكوه ده هتلاقيه بايظ، هتلاقي الهارت ايه؟ بقى فلافي. وعلى فكره بالعقل كده هم شافوا الهارت بتاع الراجل ده ازاي؟ ما عارفين بعد ما مات، يعني كل البنت شايفاه على فكره بعد ما مات. فلو جالك السؤال بصيغه عشان الناس اتفاجئت بالسؤال ده، بص هم في الدكتور بتاعك بيزعج سؤال بطريقه مش واضحه، هو ده حسب ممكن ما تكونش عارف هو الاصل ايه. فلو جه قال لك البوست مورتال تشينجز بتاعت السكتسينيا، هي نفس الكلام، هتقول لي ايه؟ والله الارجوسيز اتكسرت. وحتى طب يعرفوا ازاي ان الارجوسيز اتكسرت؟ يبص على الانتما بتاعت البلاد فيسل اللي هي احمر دي. لما كسرتها طلع الهيموجلوبين مسك فيها تمام؟ خلاها لونها احمر. طيب يجي يبص على الكابيلاري، يعرف منين ان كان في كابيلاري هنا؟ هو مش هيشوف الكابيلاري اللي هي مفرقعه تمام؟ يلاقي مكانها، مكانها في ايه؟ نقط، نقط اسمها بيلي. وهو بيفحص الاورجن يلاقي في الصاي اوف بص. يجي يبص على الهارت يلاقي فيه كارتيتين في الهارت، واحده الهارت يلاقي الشمبر بتاعته ايه؟ دايلين. طب ليه دايلين؟ عشان ده رب والثانية يجي يبص على الباب يلاقي ايه في الباب؟ اندوكاردايتس. انهي نوع ده سميناه؟ اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. لحد ما نبقى نوصل للاكيوت بكتيريا اندوكاردايتس في الكارديو ماشيها كده. طب والسبرين ايه اللي هيحصل فيه؟
حاجه اسمها acute splenic swelling. ده بيجي سؤال سيفر لوحده يسالولك في الامتحان يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل acute splenic swelling. الacute splenic swelling ده ايه فكرته؟ ان انا بيحصل في عندي حاجتين، هايبر بريدج في الكويت في البلاد. السبتسيميا من الحاجات المهمه قوي. كومون جدا جدا ان انت هتقابل حالات سبتسيميا ولا لا، وبالذات لو اشتغلت في جامعه الزهري. طبعا والسبب الرئيسي بالنسبه لي في مكان الهايبرفيزيا السبب الرئيسي في طيب هندخل على حاجه كده بس هتضطر ترسم معايا كتير شويه فيها اسمها البايميا. حد فاكر لفظ بايميا قلناه فين قبل كده؟ فين يا ولاد؟ السترومبس قربت كويس في الامبراي. يعني كاني كده هقول الامبراي بس هخليها ايه؟ انفكتس. طيب لفظ بايميا ما في طبعا ناس مبتدئين كده ولاد يجي يقول لك بايميا يعني بص في البلد. اللفظ ده مش صح خالص لان البص بس البص هيمشي ازاي من البلد؟ ما ينفعش يمشي من البلد. البص بيبقى متحمل على حاجه بيتشال جوه ليه؟ هو مش بص صريح كمان يعني بيوجيتك بكتيريا بتشال عادي على الابره. طيب القصه فين؟ اللعبه كلها في الدقيقه اللي انا هشرحها دي لانها هتريحك في صفحه ونص بعد كده. من الاخر عندك في اورجن والاورجن ده في بايوجينيك انفكشن او الجزء الازرق ده كده بايوجينيك انفكشن وات ايفر بقى اي انفكشن عندك بكتيريا ستاف ستريت ليمفوكاين مش هتفرق معاك. طيب اي اورجن يا باشوات في ارتري وفي فين وانا عندي الحته دي اهي مليانه بكتيريا والبكتيريا دي عامله لي انفكشن محترم. جنب الاورجن او جنب التيشو جنب الانفكشن البيوجينيك ده في ارتري وفين. حلو هات الفين. الفين ده لاين من جوه بيه الاندوسيل. ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا هتبدا تطلع توكسين. خد بالك البيوجينيك انفكشن هي اسوء انواع البكتيريا وبالتالي توكسين فيها بالهبل. التوكسينز الكتيره دي تبدا تعمل ديفيوجن وتخرم الوول بتاع مين؟ بتاع الفين. طب السؤال ايه اللي هيحصل لما التوكسين تنزل عندك في الدم هنا؟ هتبدا تهاجم مين؟ الاندوثيليوم. اول ما تهاجم الاندوثيليوم الستبس دي لازم تمشي بالطريقه دي. انفكشن عندي بايوجينيك طلع توكسين. التوكسين دخلت على مين؟ على الفين. دخلت على ايه في الفين؟ على الاندوثيليوم. عملت فيه ايه؟ اندوثيليوم انجري. طيب لما هيحصل اندوثيليوم انجري ده يساوي ايه عندي؟ ثرومبوزس. طب سميني الثرومبوزس ده انت عملت ايه؟ توكسين وانفكشن في الفين والانفكشن دخلني في ثرومبوزس سموهولي. البين حصل فيه انفلاميشن صح؟ نسميه فلفايتس. والثرومبس اللي اتكونت دي يسموها ثرومبوفلفايتس. وارجع لاسباب الثرومبوفلفايتس هتلاقي كنا بنقسمهم انفكتد ونون انفكتد. دي الانفكتد. لحد هنا ما عنديش مشكله. ادي الدنيا لذيذه ظريفه حلوه. البكتيريا بنفسها بقى بعد كده تنزل عندي وتعيش جوه الجلطه. يبقى انت دلوقتي عملت كام حاجه؟ واحد بايوجينيك انفكشن طلع توكسين جه على الفين اللي جنبه اللي هو الفين بتاع الاورجن وعمل فيه ايه؟ وعمل فيه التوكسين عملت اندوثيريال انجر عملت ثرومبوفلفايتس. الخطوه رقم ثلاثه ان البكتيريا بعد كده بعد ما الجلطه اتعملت تدخل تعيش جواها كده الجلطه بقت انفكتد. السؤال بقى جهاز المناعه هيشوف ايه قدامه؟ جلطه فيها ايه؟ فيها بكتيريا
ونوع البكتيريا دي قلنا ايه؟ ستاف او ستريب يعني كوكاي. والكوكاي مين اللي بيطلع لها؟ نيتروفيل. تعالى بقى وهي دي المصيبه اللي جايه. النيتروفيل دلوقتي راح عشان تعمل ايه في البكتيريا دي؟ اللي موجوده هنا تموت. ايه السلاح الوحيد اللي بتحارب بيه النيتروفيل؟ انزيمز اسمها ايه؟ بروتيوليتيك انزيمز. طيب السؤال البروتيوليتيك انزيم يعني بيساوي ايه؟ بروتين. هل الجلطه فيها بروتين؟ ده هي غرقانه في الفايبرين وده بروتين. هيحصل ايه في الجلطه؟ هتتقطع صح؟ ينفصل جزء منها. الجزء ده شايل ايه جواه؟ بكتيريا. ايه اللي حصل للجزء ده من الجلطه؟ انفصل ومشي عنده. سميتها امبولوس. بس الامبولوس دي فيها بكتيريا يسموها سيبتك امبولاي او الفيروس. يبقى تاني كده عشان الهانم اللي بتتكلم وقدمشان انا. بكتيريا الانفكشن دخلت عملت بايوجينيك انفكشن. الفين اللي جنبه دايما اربطها كده. انهي فين اللي هيحصل فيه؟ الفين اللي جنب الانفكشن على طول. ما هو الانفكشن عشان يحصل لازم يكون الاورجن ده ماسك العرايس. ده اللي تعريف الانفلاميشن. فكده كده في فين. طيب البكتيريا دلوقتي هتطلع توكسين تيجي تعمل ايه في الانسيليم؟ انجل. الانجل اللي في الانسيليم ده يساوي ثرومبوكليفايتس. بعد كده الخطوه الثالثه تدخل تعمل ايه بقى؟ البكتيريا تعيش جوه الجلطه. ورابع حاجه ان انا عايز احارب البكتيريا اللي موجوده جوه الجلطه ابعت لها نيتروفيل. النيتروفيل تطلع بروتيوليتيك انزيم. السؤال البروتيوليتيك انزيم اللي عند سعادتك فيه هتعمل ايه؟ هتيجي تهاجم البكتيريا. كل اللي هتعرف تعمله ايه؟ تكسر بروتين. مين البروتين بارت بتاع الجلطه؟ الفايبرين. فتبدا الجلطه تتقطع الى كتافيت صغيره شايله جواها ايه؟ بكتيريا. وقال لي نوع من البكتيريا سيبتك بكتيريا ستاف او ستريب. فبقى ماشي ايه عندك في الدم؟ مالتيبل سمول سايز امبولاي صغيره جدا بس انفكتد. هو ده البايوز. السؤال الثاني حد فاكر يعني دلوقتي من الاخر كده كاني بقول ان الفايروس هي هي الامبولوجي. حد فاكر انواع او التايب اوف سيركيليشن او الكوردنج سيركيليشن كنا بنقسم الامبولوس ثرومبومبوليزم اذا كان واحده بالمونري وسيستميك وبول. فاكيد تقسيمه الفايروس هي هي. ما هي الفكره انت عندك امبولار خليهم ايه؟ انفكتد. يبقى الانفكتد امبولار هي هي البايميا. فعشان كده راحوا مقسمين البايميا الى بلمونري وسيستميك وبورتال. بالعقل مين اكثر واحده تبقى موجوده فيهم؟ زي ما جبتها هناك في الامبوليزم وقلت لك ان الكومنس فيهم هي دي هتبقى. طيب السؤال دلوقتي لو انت عايز تعمل بلمونري بايميا يبقى مطلوب من سعادتك ايه؟ تعمل امبولار في السيستميك فين تمشي في السبير وكير بريكر. يعني ايه؟ هنرسمها كده. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز امشي امبولار في السبير وكير بريكر دول سميناهم السيستميك فين علشان ينزلوا يمشوا فين؟ في البلمونري سيركيوليشن. ومنها يروح لمين؟ دلما. يبقى انت من الاخر كده عايز تمشي جلطه في السوبيريور والانفيريور بنكاب. بس هو ده اللي انا عايز اعمله. جلطه تمشي في السوبيريور والانفيريور بنكاب. بس مش جلطه اسيبتك. انا عايزها تبقى ايه؟ سيبتك. طب وعشان تخلي الجلطه تبقى سيبتك يبقى لازم تعمل ايه؟ انفكشن. هي اللعبه كلها في الحته دي. عايز اعمل انفكشن في منطقه الفين بتاعها بيصب في السوبيرور وفير بس. طيب لو الفين ده بيصب في السوبيرور او الانفيرور بنكابه وانت عملت جنبه الانفكشن تعالى كده الانفكشن ده يعمل ايه في الاندوثيليوم بنفسه؟ يعمل ثرومبوكليفايت بعدين تبقى مليانه بكتيريا بعدين تنفصل تمشي فين؟ في الانفيرو بنجاب.
طيب لو حاجه في الهيد ويج بيصبوا كلهم فين؟ في الجاجلر بيصبوا في السبريم فين يا كابتن؟ يبقى انت شرط اساسي علشان تعمل سيبتك امبولاي اللي يكون عندك ايه؟ في ايه هنا؟ انفكشن. طيب ايه يا ابني اديني اكزامبل الانفكشن؟ تعالى نبدا من فوق. لو انت عندك سبيوراتيف كوتايتس ميديا، كوتايتس ميديا دي يعني ايه؟ التهاب صديقي في الاذن الوسطى. الفينز بتاعت النك ايه اللي هيحصل فيها؟ اي فين جنبها هنا؟ عندك كوتايتس ميديا وعندي فيه انفكشن، والفين اللي جنبها هيحصل فيه ايه؟ نفس الكلام، تدخل البكتيريا تعمل انتوسير الانجي وبعدين او توكسن الاول تعمل انتوسير الانجي وبعدين تبقى انفكتد وبعدين سيبريت تمام؟ ونقبل بالجلطه دي بس هتنزل فين بقى؟ السبيل فينيجر. طيب لو جيت قلت لسعادتك ان انا مثلا عندي اوسيومايلايتس، يعني ايه اوسيومايلايتس؟ وانهي نوع؟ سبيوره في الاوسيومايلايتس، التهاب في البول والبول مارو بس التهاب صديق، الفين اللي جنبه هيحصل فيه ايه؟ نفس الكلام انجري في الاندوسيل بالتوكسيك وبعدين ثرومبوكلوبايتس وبعدين الجلطه تبقى انفكتد وبعدين سيبريت وتمشي عنك. طيب لو جيت قلت لك سيليولايتس، هو حد فاكر ايه سيليولايتس ده؟ التهاب صديقي كان بيحصل مين لفين؟ في اللور ليف، يبقى هيعمل ايه في البند اللي موجوده؟ ثرومبوكلوبايتس. وكمل القصه. القصه كلها هي نفس السيستم، الاختلاف دايما بس فين؟ في المكان. حتى يجي يقول لك لو عملت سبيوراتيف اندوكاردايتس، ايه بقى؟ احنا وقت الاندوكارديال تمام؟ البلد ده بالبالونه سيركيوليشن. تعالى كده لو انت عندك سترايكرز ورحت جاي عامل لي اندوكاردايتس، الاندوكاردايتس يساوي ايه؟ اندوسيريال انجري، والاندوسيريال انجري يساوي ثرومب، صح؟ حلو قوي. وسميناها قبل كده البيشيتيشن. بس مين اللي عاملها؟ سبيورة البكتيريا، يبقى هتبقى مليانه ايه من جوه؟ بكتيريا انفكشن، يبقى الجلطه اللي اتكونت عندك مليانه بكتيريا انفكشن. نفس الكلام النتروفيل تطلع عشان تحارب البكتيريا دي تعمل فيها ايه؟ تقطعها، يحصل فيها ايه؟ تنفصل، تمشي فين؟ البالونه. القصه كلها الموضوع ممكن تكتب فيه زي ما انت عايز وتالف، بس تفتيح مخك. عايز اعمل انفكشن في منطقه الفين بتاعها بيصب فين؟ السبيلو والفيلو فينيجر. في الحاله دي الفين بقى مليان ايه من جوه؟ جلطه انفكتد، سيبها تمشي تدخل في السبيلو والفيلو فينيجر. طيب السؤال لما هتدخل الجلطه هنا هتدخل فين؟ رايت اتريس ومنه رايت فينتري ومنه البلمونري ومنه تدخل على مين؟ على اللنج. في الغالب بتتحشر في اللنج، ايه اللي اتحشر في اللنج هنا؟ سيسبك امبولاي. تعمل ايه؟ تعمل بايميك ابسس، هنقول كمان تعمل ابسس. طيب دي كده البلمونري سيركيوليشن او البلمونري بايميك. فلو سالك في الامتحان وقال لك قول لي يا ابني ايه هي البلمونري بايميا؟ هتقول له البلمونري بايميا هو سيسبك امبولاي سيركيوليشن في البلمونري سيركيوليشن. السورس انجل قلب براحتك متاح ليك، فكر في حاجه واحده انفكشن جنبه فين تمام؟ بس بشرط يصب فين؟ سبير او مدير فينيكال. كوتايتس ميديا، بس خد بالك حدد انهي نوع في الكوتايتس ميديا؟ سبيورتي، كله لازم يكون سبيورتي. بايوجينيك او سبيورتي. اوسيومايلايتس، اوسيومايلايتس ده في اي حته، عظم فوق تحت كده كده عندي اوسيومايلايتس. السيلولايتس، الفيربرال سيبسس. بص اي بايوجينيك انفكشن انت شايف انه هيقلب بدلوة ويخرم الفين ويدمر الحته دي كلها ويصب السبيل ويديله في نكابه. طيب السيستميك يا انا عايز بقى اعمل سيستميك بايوجينيك، يعني عايز اخلي السيستميك المراية دي تمشي فين؟ السيستميك سيركيوليشن ازاي؟ بص هي ليها طريقه دي الوحيده اللي الكتاب كاتبها عندنا. لو الجلطه دي ما اتحركتش او ما اتحركتش في البالونري سيركيوليشن هتعدي تمشي فين؟ يعني بيقول لك دي لو باي باس او نوت ان تراب في اللنج كان حجمها صغير قوي لدرجه انها عدت ومشيت ممكن تعدي عندي من البالونري سيركيوليشن وتدخل في السيستميك سيركيوليشن. طبعا في حاجات كتير بس مش مطلوبه منك طالما الكتاب مش طب البورتال يا باشوات مطلوب مني ان انا اعمل ايه بقى؟
انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل انفكشن في الجنب دي. هذا البين بيصب فين؟ في البورتكس انفيريشن. ايه اكثر بين قلتها لكم قبل كده بيصب في البورتكس انفيريشن؟ الابندكولار بين. الابندكس ده واحد من الجي اي تي، من اخر الجي اي تي. اي جي اي تي انفكشن سبيراتيك انفكشن ممكن بسهوله جدا يدخلك في غرفه البن. طيب الابندكس حتى ليها اسم ما مشهور قوي كده اسمها اكيوت سبيوراتيف ابندكسايتس. والتهاب الزايده ده بيسموه كده التهاب صديدي. فاكيد الابندكولار فين لو في ابندكسايتس عندك هنا الابندكولار فين هيحصل فيه ايه؟ نفس الكلام اللي هو ايه بقى؟ انفكشن وبعدين توكسيد وبعدين ترومبوفيلفايتس وبعد كده تبقى انفكتد وبعدين يطلع نيتروفيل ينفصل الجلطه وتمشي في البروتكت سيركيليشن. او لو في الجي اي تي ايه كمان بيصب عندي في البرمونيال سيركيليشن البايل. ايه البايل دي؟ بتطلع فين دي؟ منطقه الريكتم. الريكتم كده بيصب في الجي اي تي بس يسموها كده بقى انفكتد بايل. لما نبقى نوصل في السبيشال البايلز لو العيان اهمل فيها هتقلب بانفكشن. ودي بقى مشكله كبيره قوي في البايلز. عشان كده البايلز دي عباره عن جزء بيبقى ممكن يبقى نازل عندي من منطقه الانوريكتر. ممكن تلاقي في حته نازله عندك من الانوريكتر دي تبعها. المهم الكوليسيستايتس بص اي حاجه بتصب في الجي اي تي. الكوليسيستايتس ليه؟ هتكون بلادر بي جنبك اهو بيصب فين؟ يعني ايه كوليسيستايتس؟ انفكشن في الجولد بلادر. يا سلام بقى لو كان في بارجن هيعمل ايه في البرين اللي جنبه؟ اهو ثرومبوفيلفايتس وبعدين نعمل انفكشن وبعدين النيتروفيل تطلع وتقطع. الكلام كله لو خدت بالك هو حاجه واحده، هي كلمه واحده عماله اعيد وازيد فيها. انفكشن بايوجينيك جنبه فين؟ البين ده بيصب فين؟ لو البين بيصب فين؟ في البالمونال سيركيليشن بقت بالمونال بين. لو بيصب في البورتال بقت بورتال بايت. السؤال انت دلوقتي عملت ايه؟ قطعت الجلطه قطعت منها ايه؟ حته قسمتها الى جلطات صغيره. هتمشي فين؟ السيركيليشن وتروح لفين؟ للاورجان. السؤال حجم الجلطات دي صغير جدا صح؟ هتدخل على الاورجان مش كده؟ الجلطه حجمها ايه؟ صغير يبقى يكفي شريان صغير. الشرايين الصغيرة موجودة فين؟ في السنتر ولا في البريفري؟ كل ما بتبعد كل ما الشريان بيحصل له ايه في حجمه؟ بيظهر. يبقى بالعقل الجلطة اللي انت حاططها دي لما تيجي تقفل شريان هتقفل عند الشرايين اللي موجودة في البريفري. ادي اهو البلمونري ارتري داخل يتفرع لبرانش. كل ما بتبعد كل ما البرانش ده بيظهر اكتر. انا عايز اعمل ايه؟ انا عندي جلطه صغيره خالص بس مش جلطه واحده، مجموعه جلطات. احنا قلنا تثبتناها ما تثبتتش. مجموعه جلطات صغيره جدا هتدخل عندي هيحصل لها انترابمنت انفكشن تتحبس فين؟ في البلاد فيسز الصغيره اللي هي موجوده فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا. طيب في كل حته ايه اللي اتحبس عندك؟ جلطه فيها ايه؟ بكتيريا زي السيف بكتيريا. تتوقع ايه اللي هيحصل في المنطقه دي؟ ابسس. ايه اللي هيحصل في المنطقه دي؟ ابسس ودي ابسس ودي ابسس كل دي ابسس. لو جيت قلت لك اوصف لي الابسس ادي كده الاورجان اهو تمام؟ وادي الابسس بتاعك. وده الهاي اند بتاعك. لو جيت قلت لواحد اوصف لي لو عايزين نعلق على الابسس اللي قدامنا ايه الحاجات اللي نعلقها؟ النمبر واحد مرض تمام؟ السايد في انهي حته في الاورجن؟ البريفت. السايد سمول ولو حد خد باله تقريبا بيبقوا ايه؟ ايكوال سايز صح؟ يبقى لما تيجي تعلق على البايليك ابسس هو التعليق بتاعك كده مطرود بريفت بريفت small size equal in size لون وي اي اكسس لون وي بس ليه؟ عشان البطل اللي فيه. طيب السؤال بقى لو خدت عينه من هذا الابسس وبصيت عليها تحت المايكروسكوب هتلاقي
يقول لك تلاقي السريزو تفكرهم سيل ترانزون دي ميكروب والميد زون البيوجيني والبريفرال زون بيوجينيك ميمبرين الميد زون اللي هي الباص والبريفرال بيوجينيك ميمبرين اللي هو كلام مين؟ هو ابسس ما فرقش عن اي ابسس عنده هو نفس كلام الابسس سنترال نيكروتيك حواليه في باص حواليه في الميمبرين البيوجينيك ميمبرين يبقى تاني ايه البايميا دي؟ البايميا من الاخر امبولاس بس شايله بكتيريا سيبتك امبولاي ماشي عنده السؤال ازاي السيبتك امبولاي دي تمشي عندك في السيركيوليت اللعبه كلها في كلمه واحده الباثوجينيس ومن الباثوجينيس لو عايز تالف وتهبط اي تهبيط متاح ليك بس تبقى فاهم اناتومي بس وبعد كده الف راح بايجينيك بكتيريا عملت انفكشن البين اللي جنب الحته اللي فيها الانفكشن حصل له ايه؟ التوكس بتاع البكتيريا دمرته عملت فيه ايه؟ ثرومبوفلوبايتس وبعدين الثرومبوفلوبايتس نزلت البكتيريا قعدت فيه بقت انفكتد ثرومبوس انفكتد ثرومبوفلوبايتس النيتروفيل ما عجبهاش الكلام ده طلعت تهاجم البكتيريا بتهاجمها بايه؟ هي ما عندهاش بس سلاح واحد بروتيوليتيك انزايم فجت تكسر هتكسر ايه؟ كسرت البروتين اللي هو الفايبر البروتين ده ايه؟ ماسكي من الحاجات اللي ماسكه في الجلطه انت عملت ايه؟ كسرته فايه اللي هيحصل في الجلطه؟ في اجزاء هتتفك الاجزاء اللي هتتفك دي عباره عن ايه؟ جلطه جواها بكتيريا فبقت الجلطه شايله بكتيريا بايوجينيك بكتيريا يسموها بايو هو ده البايو بتبقى سنجل ودايما طيب شوف الانفكشن او انت عايز تمشيها فين واعمل انفكشن عايز تمشيها في البايمونال يبقى لازم تمشي فين؟ يعني اي حته عندي تمشي فيها اوديتس ميديا بس غالبا اختار السبجكت انفكشن اوديتس ميديا اوسيومالايتس بريفرال سيبسس من تحت من يوتيوب سيليولايتس التراكاس لو البلد ده عندي فيه اندوكارديتس طب يورا ده اندوكارديتس طب لو عايز تمشيها في السيستمي هو الكتاب عندنا قال ايه؟ ان هي هتبقى في وقت الكورس ده بتاع البالمونري بس ما تتحشرش فين في السيستميك وتعدي هنا في اسباب ثانيه مش مطلوبه منك انهم كتير هم ما كتبهم فمش عايزين طب البورد عايز اعمل ايه؟ انفكشن بايوجينيك طب يورب يعمل ايه؟ برضه نفس الفكره انفكشن ويأثر على البيت ويروح يصب في البورد سيركل طب الاورجن اللي هي راحت دي هتعمل فيه ايه؟ جروث دي ايه ومايكروسكوبيكال ايه؟ في الجروث بيكشر مالتو سيبتك الملاي دخلت هتتحشر فين؟ ريفرال ليف يبقى الابسس اللي عندك سمول ايكوال ان سايز ريفرال لوكيتد تمام ولونه فين؟ خد منه عينه ايه اللي انت العينه دي واخدها من ايه؟ من ابسس وايه الابسس؟ ثلاثه دول سنترال نيكروتيك زون ميد باص والبريفرال البايجين نعم السؤال بقى ايه اللي هيحصل للعيان ده تمام في اي اورجان ايه الافكت عنده البريمة دلوقتي ايه الافكت لو دي عندنا مرة دي سؤال والعيان ما تكملش قال لهم ايه الافكت في البريمة العيان اللي عنده بريمة ايه اللي حصل طيب ايه كمان لو راحت في حته زي السنين والكلام ده كله تعمل ايه في اليوكوسايتس او البيتا نمبر بتاع اليوكوسايتس هتاثر عليه ممكن عايز يدخل بين الكام في اليوكوبيا طيب طول ما هي ماشيه اي اورجان زي الكيدني والكلام ده مش البكتيريا دي توكسيك بتطلع توكسين التوكسين قلنا بتعمل ايه على الاورجان لو سمول اماونت لو دي سويلنج وباتي تشينج لو لارج اماونت يعني من الاخر لو جه سالك قال لك ايه الايفكت بتاع البايميك اهو الايفكت اهم واحد اهو بايميك ابسس بتشرحه وتقول له على بقيه الاورجان ممكن تعمل ايه؟ كويس لو بسويلنج فاتي تشيز طب ليه؟ عشان توكسين طب وايه اللي جاب التوكسين؟ الجلطه دي شايله ايه جواها؟ بكتيريا بتطلع Thank you.
المفروض العقل يقول ان انا هعمل ايه طول ما انا ماشي عمال اكسر في كل حاجه من فين الليوكوسايت ده مفهوم ان الليوكوسايت بتطلعها ايه ليه الليوكوسايت بتطلعها زياده في الدم مين اللي راح كسر وقطع الجرحه النيتروفيل بس فهي في الاول النيتروفيل اللي طلعت عندك دي هي اللي هم 10 دقايق هم دلوقتي فاضل 17 دقيقه على الساعه 9 انا دي 3 دقايق تيجي الاختراق فيهم سيكشن ده فاحنا هنشرح بس كده مقدمه بس في التي في مهم دي التي في عباره عن ايه هو واحد من عيله كبيره قوي اسمها عيله المايكوباكتيريوم طيب العيله بتاعت المايكوباكتيريوم دي في منها كذا خاصيه انا عايز منهم حاجه اسمها مايكوباكتيريوم تيوبركلوز ده اسم البكتيريا مايكوباكتيريوم تيوبركلوز طيب مطلوب من سعادتك لاول مره هندرس البكتيريا دي بالتفصيل هتعرف بتشتغل ازاي كلام شويه مايكروبيولوجي بس هناخد منه حاجات احنا عايزينها اولا لما جم درسوا المايكوباكتيريوم تيوبركلوزس اللي هي بتعمل مرض اسمه تيوبركلوزس او تي بي لقوا ان هم 5 سترينز 5 انواع الخمسه دول واحد بيعيش في الهيومن واحد بيسموه البوفايل يعني انت عندك واحد في الهيومن واحد في البوفايل بوفايل يعني ايه ده البقر او الكتل عامه الليله كلها كل ما هو ماشيه كده بيقولوا عليها البقر المعين الكلام ده كله تمام ممكن يمشي بس هو الاساس البقر بس في البدن بيحصل عندهم وفي بعد كده بقى ثلاث انواع حتى مش كاتبهم نوع بيحصل في الافيانز في الطيور وفي في البرمانات الكلام ده كله مش مطلوب منك ان غير بس ان انت تعرف ان انا عندي فيه نوعين واحد الهيومن واحد البوفايل. طيب السؤال الهيومن ده بيديه لك ازاي؟ هو عايش فين اصلا؟ الهيومن ده عايش في اللنج في الريسبيريشن في الريسبيريتوري سيستم في اللنج وبالتالي الطريقه اللي بيديه بيها هي ايه؟ ان واحد يقفز وشه فالطريقه دي بيسموها ايه؟ الطريقه دي في الانفكشن عندكم في المايكرو بيسموها ايه؟ دروب انفكشن تمام؟ طب البوفاين البوفاين ده ازاي يتنقل لك من معده او بقره او كده؟ الملك تمام؟ ودي كومن قوي ازاي يعني الملك ازاي؟ عادي بتحصل كتير كان دايما في البدن تلاقي ساحب طقم غنم وبعدين عطش عشان كان في فتره كده جت تي بي فعلا كان كومن قوي في البلد يبقى انت عندك اول حاجه مين هم؟ السترين الهيومن والبوفايز والاماكن اللي هتروح فيها طيب تاني حاجة قلنا عليها المود اوف انفكشن، احنا قلنا قبل كده المود اوف انفكشن لأي بكتيريا يا إما انهاليشن يا إما انجيشن، انجيشن يعني بس يا إما مفيش عندي انجيكشن في التي في بس دي سكين كونتاكت. طب الانهاليشن ده ازاي؟ واحد يعطس في وش واحد يبقى أكيد المكان اللي هيتضرب عندك هو مين؟ الريسبيراتور سيستم اللنج وده الكومنت سايت على طيب الانجشن بلعت ايه؟ بلعت لبن في تي بي في البكتيريا اول ما ينزل هينزل على مين؟ على التونس وبعدين ينزل يكمل ينزل فين؟ في الانجستنس
فانت عندك مكانين في الانجكشن، في التونسل والانفستور. طب والسكين ازاي يجيلي في السكين؟ البقرة دي كان في الملك في اللحمة بتاعتها نفسها في دي دي. الجزار قاعد عمال يقطع، راح جاي السكينة ولوزة من البقرة دي، راح جاي عامل ايه؟ واخد صباعه معاه. او مين التاني الغلبان اللي بياخد صوابع ايديه مع بعض كده؟ تمام؟ الجزار الجزار الثاني دي تقريبا من المرات القليله اللي هندرس فيها المايكروبيولوجي بتاع الاورجانيل عندي بالتفصيل. ده المفروض ده كلام مايكرو، بس انا محتاج ادرس شويه حاجات. طيب السؤال، شكل الاورجانيل ده عامل ازاي؟ ادي التي بي بالمنظر ده، ده كده نوع البكتيريا دي كده نسميها ايه؟ بس البكتيريا دي لما جم درسوها لو انها بصيناي بالمنظر ده، وحواليها في طبقه غلاف كبير قوي من ايه ده؟ من الليبت، الكبسول كبير قوي من الليبت، وال في هنا ما اعرفش حاجه تسمعها انها اسمها اللايف وبولي سكرايد انجل، ما علينا. اهو ده اللي بيعمل اتراكشن على فكره الانفلاماتوري سيلز. والكارثه كلها بتاعت التي بي في الحته بقى اللي جايه دي، في بروتين كمان جوه دي. احنا قلنا ان الانتيجين عباره عن ايه؟ بروتين. فده بيعتبروه ده البروتين بتاع التي بي، فده بيسموه كده لان ده بروتين خاص بالتي بي بس، اسمه تيوبركلو بروتين. الكوارث كلها هتبقى بعد كده بسبب التوبركلوبروتين. طيب يبقى انت لما تيجي تبص عليها هي باسيلاي، ليها كبسول من الفات، ليها لايبوبولي ساكرايد، وبعدين نان موتايل ما بتتحركش، ونان توكسيك ما بتطلعش توكسيك، نان توكسيك بروديوسر، ونان سبور فورم، فاكر السبور؟ نان سبور فورم. اهم حاجه انها ايروفيلك. يعني ايه ايروفيلك؟ يا تحب تعيش فين؟ في الاماكن اللي فيها هواء، عشان كده تكون من السايت بتتفق في اللنج، ودايما بتحب تصطاد الحته اللي في اللنج اللي فيها هواء كتير، فممكن الايبك او تحت الدوره زي ما بنعرف بعدين. طيب البكتيريا دي لما جم يحاولوا يصبغوها قرار انهم يسبوها بالهيميتوكسين ريوسين، لو فيها مشكله. عشان تسبو حاجه بالهيميتوكسين ريوسين تعمل ايه؟ تجيب الكحول زي 70 و80 و90 والكلام ده كله، تمام؟ وتحط الاسيد اللي انت بتستخدمها. لو ان البكتيريا دي اصلا بيسموها كده اسيد فاص الكحول فاص، يعني ايه؟ لا بتقبل الكحول ولا بتقبل الاسيد، وبالتالي لو سبقتها بالهيميتوكسين ريوسين مش هتتسبب. فعشان كده اخترعوا لها صبغه خاصه بيها اسمها زين نيلسون ستين سبيشال ستين، وحتى بتتزرع على ميديا خاصه بتدرسوها في المايك في كده اسمها لوبينشتاين جينسون ميديا. ما علينا كده، انت عرفت البكتيريا وفي كذا خازوق في البكتيريا دي. ايه هم؟ واحد الفات كبسول المحترمه الثقيله دي، اثنين هو المصيبه كلها بتاعت التي بي لما نيجي ندرسه في البلوى في ايه ده؟ طيب السؤال، البكتيريا دي دلوقتي عرفتها وعرفت مود الترانسميشن، اي حد كده يجي له تي بي لا في بري ديسبوزنج فاكتور. البكتيريا دي ايه من اشهر حاجات بري ديسبوزنج فاكتور ولا ايه؟ ان الاميونيتي تقل، الاوفر كاونت ايه ده؟ زحمة، واحد عطس، خوف من الانفكشن اللي كله، فالاميونيتي تبقى ضعيفة،
والكواليتي لايت ضعيف 17 اوضه بشباك واحد وامكانياته ضعيفه في العلاج، فده كله بيساعد التبي انه ايه؟ انه يجي. وبالذات بقى كمان مين اكثر ناس عرضه للتبي اولادي؟ الدكتورز والبوتشرز تمام؟ الدكاتره والجزارين. ليه؟ بسبب التعامل، انهم اكثر ناس عندهم عرضه للتعامل فين؟ مع التبي. طب السؤال، حد يقدر يقول لي كده في كام برجر ممكن يحصل له كونتاكت مع التبي؟ اللمس ماشي، و التونسس و الانتستين و دول بيسموهم ايه؟ فيرست كونتاكت، اول مره يدخلوا عندي تماما. تمام؟ طيب اول ما التي بي يثبت، حد يقدر يلخص لي كده؟ قلناها كذا مره، نمرتين ودي الثالثه. التي بي ايه المشكله بتاعته؟ انه في ايه من بره هنا؟ ثلاث كبسول. مين اللي بيعمل اتراكشن دلوقتي؟ ايه الرياكشن اللي عندي؟ بص، التي بي اول ما بيدخل عندي بيعمل حاجه اسمها بروليفريتيف رياكشن. ايه البروليفريتيف ده؟ سيبك من اول سطرين مش هتفهمهم غير لما اخلص خالص، بس انا عايز منك جزئيه بسيطه احنا قلناها دي. مين اول خلايا قلنا بتطلع تهجم على التي بي؟ النيتروفيل الاول ولا؟ طب النيتروفيل فيها مشكله اللي ما فيهاش لايفيت انزايم، وبالتالي بالسلامه النيتروفيل هتطلع عندي. اللي بيذاكر الباثوجينيسيس ما يذاكروش من الكتاب، في حاجات كتير ناقصه بتتحاسب عليها. النيتروفيل تطلع تصطاد البكتيريا بناء على ايه يعني؟ بناء على ان انا عندي في لايبوبوليسيكرات، بس في مشكله بتقابلهم. ايه هي؟ ان ما فيهاش لايبيت انزايم. هتعرف تعمل حاجه؟ لا. فتره عمرها كام؟ من 24 ل 36 ساعه وبعدين هتموت. مين اللي يجي بعد كده؟ ماكروفاج. الماكروفاج تيجي تعمل ايه؟ فاجو سايتوز. طيب عندها لايبيز؟ عندها لايبيز غل، بس هي هتنشغل باللايبيز، تقعد تعمل ايه؟ تاكل 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 تاكل، وبالتالي يحصل ايه في حجمها؟ تتخن. توصف لي حجمها كده، بقت كبيره وبقى لونها احمر اديله فريك، وحتى شكلها اتغير، حتى شكل النيوكليس لما جم بصوا على النيوكليس لقوا ان النيوكليس بتاعتها محوصله كده، يقولوا عليها فيزيكولار نيوكليس. طيب خليه كبيره شويه في الحجم ولونها احمر، السؤال هل التي بي اتقضى عليه؟ لا، التي بي ما اتقضاش عليه. امال انت عملت ايه؟ كلت الكبسول بس. طب بتقرر الابيسيلويد اللي سمناها المره اللي فاتت او الحصص اللي فاتت في انها تزود الاكتيفيتي بتاعتها، فبتقرر انها تتحد مع بعض وتعمل لي حاجه اسمها جاينت سيل. مين اللي اكتشف الجاينت سيل دي؟ لانجهام. عرفوا منين ان دي جاينت سيل؟ انها خلايا مدمجه ببعض. ان هم بصوا لقوها ايه؟ مالتي نيوكليز. السؤال بقى اللي تساله لنفسك، وضع النيوكلياي بالنسبه للخليه فين؟ بريفرالي لوكيتي. هتفرق معايا؟ انا بندرس بعد كده حاجات بيقولوا عليها ايه؟ سنترال يوتي. هي هنا ايه؟ بريفرال يوتي. طيب السؤال بقى، شكلها لما جم شافوه قالوا عامل زي حدوة الحصان. الهوتس شوك تمام؟ عامل زي حدوة الحصان. ترتيب الدي اي كده زي ترتيب حدوة الحصان. مين اللي شافها؟ واحد اسمه لانجهام قال لك انا هسميها بس. السؤال كده كم خليه انت خدتها؟ نيتروفيل ما لهاش دور. عشان كده السؤال المشهور لما بيجي يسالك يقول لك كل جرافيلوم سيلز ار انفولفد في الجرانيولوما بتاعت التي بي، ويحط لك نيتروفيل وماكروفاج ولانج هاند جاينت سيل وابسيلويد سيل. مين الوحيده منهم اللي ما دخلتش في الجرانيولوما خالص؟ النيتروفيل. فين وضع النيتروفيل في الجرانيولوما؟ مش موجود. طيب السؤال، ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطه دخلت البكتيريا عندي. مين اللي نده الميون سيستم؟ الباشا ده اسمه ايه ده؟ لايبو بودي سكاي. مين اول ما اقترحته؟ نيتروفيل. ايه دورها ولا ليها اي دور؟ طيب ليه ما لهاش دور؟ ما هي ما لهاش لايبين، وبالتالي مش هتعرف تنزل، هتعمل فاجوسايتوز انجلجمنت بس ويطلع كده. طيب ليتر اون مين اللي يحصل عنده؟ تيجي ايه بقى الابسيلويد دي؟ دي سوري، تيجي ماكروفاج. تيجي الماكروفاج تعمل فاجوسايتوز،
كل اللي تهدمه الحته الاحمر اللي بره اللي هي مين؟ الكبسوله. وبعدين ايه اللي يحصل؟ تكبر وتدخل اسمها بيسيلويد سيل. مره سال امتحان عملت انا وصف البيسيلويد دار الديوفريك لونها احمر والنيوكليس بقت ايه؟ البيسيلويد عايزه خلايا تشتغل اكتر. اعمل فيها ايه؟ ادمجهم في بعض يدوني حاجه اسمها مالتي نيوكليتد جوينت. السؤال التي بي اتقضى عليك؟ لا لسه. ده كده في الطب اسمه innate immunity. عارف سمعت عن ضغط innate immunity ولا لا؟ innate immunity دي لو انت عارف انت لو كنت قضيت على التي بي لو النت immunity بتاعتك قضت على التي بي وجالك التي بي تاني يوم هتعمل نفس الرياكشن. طب ليه النت immunity بتعمل نفس الرياكشن؟ عشان ما فيهاش بيموت. طيب انا فشلت ان انا اخلص على التي بي، ايه الحل؟ استعين بالمرحله الاعلى مني. السؤال الانيت اميونيتي بتاخد كام يوم يا ولاد؟ من 10 ل 14 يوم. يعني معنى كده ان التي سيلز اللي هتيجي بعد كده هتيجي بعد 14 يوم. يعني الرياكشن ده ايميديت ولا ديلي؟ ديلي. عشان كده فاكر ايه لما قلنا طيب دلوقتي لانج هاند جوينت سيل وابيتيلويد سيل ومايكروفايل الثلاثه اشتركوا في حاجه كده مشهوره قوي يا ولاد اسمهم انجن بريزنتنج سيل. بيبريزنت الانجن لمين؟ من الخلية الأعلى رتبة بالنوم السي دي 4. طب إيش معنى السي دي 4؟ إيه اللي بيميز السي دي 4 عن دول؟ إن فيها إيه من جوه؟ ميموري. وهنا بقى معلومة مهمة لساعتها. دلوقتي السي 4 أنت قدمت لها مين؟ السيبركلوبروتين ده صح؟ دخل جوه هنا اتلزق اتطبع جوه. بعد كده لو العيان ده جاله تي بي تاني مين اللي يتعامل معاه؟ السي دي 4. تمام. السؤال السي دي 4 دي في انهي حته؟ دي بقى الخطوره كلها في فهم التي بي. انت جالك انفكشن دخلت الباسيلاي عندك في اللنج، فالسي دي 4 بتاعتك اللي موجوده في اللنج لقطت ايه؟ لقطت التي بي. طيب خفيت. لو جالك تاني شهر شهرين سنه تي بي بس المره دي في الانتستين يعتبر بالنسبه لجسمك اول مره ولا تاني مره؟ اول مره للانتستين صح؟ بس السي دي 4 بتورث المعلومه بتاعتها لكل سي دي 4 في الجسم. دي بقى نقطه التركايه اللي هنا. يعني انت هتيجي تقول لي طب ما دي اول مره تجيب في الانتستين. بس المرة دي السي دي 4 بتاعك في الانتستين في اللنج في اي حته بقت ايه؟ يقولوا عليها كده سنسيتايز. يعني معنى كده ان وانس انه دخل في جسمك لو دخلت في اي حته ثانيه جسمك هيتعامل معاه انه ايه؟ ثاني مره. هي دي المعلومه اللي انا عايزك تفهمها. احنا كده خلصنا النيت اميونيتي وعملنا الانجن بريزنتيشن. الحصه الجايه هتبقى امتى بقى؟ هي تبقى ساعة واحدة. اللي هيجي يعمل حسابه ان الحصة ساعة واحدة ونص اتنين ونص ثلاثة ونص يوم الاربعاء هخلص امتحان